انا ابني عنده 17 سنه ايوه وهو عنده سمات توحد وتاخر في الادراك. فهو كان من كذا سنه لما بيتوتر وجاي يروح شغله والرياضه والكلام دوت يقعد بقى يكلم نفسه كتير قوي، او لما بيبقى فاضي ما عندوش شغل برضه يقعد يكلم نفسه كتير قوي، بس كلامه اللي هو مع نفسه يعني يقعد يطمن في نفسه. تمام. انا لا مش هروح، لا طب وطي صوتك شويه، طب ما ينفعش تعيط، لا طب انت هتروح وترجع تعمل اللي انت عايزه تاني، يعني تمام. كله كلام لنفسه اطمئنان. تمام. فهل ده يعتبر فصام؟ سؤالك هايل في الحقيقه، سؤال هايل. مش كل واحد بيكلم نفسه عنده فصام، ولا كده ثلاث ارباع الشعب ما بيكلم نفسه، يعني كتير قوي تلاقي ناس بتكلم نفسها في الشارع. بس ده يعني لا لا، كتير جدا ناس بتكلم نفسها، انا هعمل كذا النهارده، انا مش هعمل كذا النهارده، في العربيه بيكلم نفسه كده. يعني انا امتى بقول فصام؟ لما يكون المريض بيسمع صوت، عنده هلاوس سمعيه. لكن انا بكلم نفسي، في ناس كتير جدا بتكلم نفسها على فكره عادي جدا، طعم يعني بالذات الناس تعمل داي دريمز اللي هي بتعمل. طب هي تعرف ازاي يا دكتور؟ يعني لو هو بيتكلم مثلا، مرضى التوحد اللي عندهم سمات توحد بيبقى عندهم سيلف توك. السيلف توك ده مش معناه ابدا ان انا بسمع صوت، يعني ده من ضمن سمات التوحد. لكن ممكن يحصل سيلف توك، مش مرض تاني. مش مرض تاني. امتى بقول ان الراجل ده عنده اعراض فصاميه او ذهانيه؟ لما يكون بسمع صوت. وعلى فكره العام بيقول انا بسمع صوت بيشتمني، انا بسمع صوت بيقول لي اعمل كذا، انا بسمع صوت. كويس. ففي فرق كبير جدا بان انا اكلم نفسي، لو كل واحد بيكلم نفسه عنده فصام بيقول لك ثلاث ارباع بلد بتكلم نفسها يعني، وبالذات اليومين دول يعني. كويس. لكن في مرضى التوحد في بعض الناس بتكلم نفسها، في امراض اخرى على فكره كتير جدا، يعني مثلا شخصيات الاسكيزويد، شخصيه الانعزاليه، كتير قوي بيتكلم مع نفسه، قاعد لوحده وبيحب يدندن كده يتكلم مع نفسه. كويس. فده مش معناه ان عنده فصام. الفصام معناه ان عندي اضطراب في التفكير في صوره ضلالات او شكوك، زائد هلاوس سمعيه او هلاوس بصريه او هلاوس شميه او طعميه. يعني هو ان انا بسمع صوت يكلمني، بشوف خيالات، بحس بطعم حاجه في بوقي. فده مختلف خالص عن السلف توك او الكلام. لكن ده شيء ما تقلقش منه؟ لا، دي اعراض عاديه بتحصل في مرضى التوحد او اللي عندهم سمات توحديه. تمام. ممازن. الو 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 الو، اهلا بحضرتك، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك ممكن اكلم الدكتور بعد اذنك؟